هو بداية كما قال أهل الإسلام، بداية رسول الله لم يكن فارا أو لم يكن هاربا أو لم يكن خائفا أو لم يكن يائسا، هذا محض امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. خرج سيدنا رسول الله وأعد العدة ليعلمنا أن التوكل على الله سبحانه وتعالى لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب من الإيمان ولا يتنافى مع الإيمان، الاعتماد على الله بصدق مع الأخذ بالأسباب. فترك سيدنا علي لينام على فراشه ليوهم المشركين أن النبي ما ذهب، لازال باقيا. ترك سيدنا علي لينام على فراشه وليؤدي الأمانات إلى أهلها، وذهب وانطلق مع سيدنا أبو بكر. وهنا لفتة صغيرة، لماذا سيدنا أبو بكر؟ لماذا يعني لم يكن عمر، سيدنا عمر؟ لماذا لم يكن سيدنا عثمان رضي الله عنه؟ قالوا لأن التضحيات التي وصل إليها سيدنا أبو بكر الصديق، ضحى بماله، ضحى بأبنائه، جند كل هذا من أجل إعلاء كلمة الله. زد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحبه حبا شديدا، وإلا لو لم يكن هذا الحب مكنون في قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استخلفه ليكون واقفا أمامه مصليا إماما في شدة مرضه. رسول الله أصر أن يقف سيدنا أبو بكر مصليا. فالتضحيات لا شك أنها توصل الإنسان إلى مرتبة عالية، وطبيعة الإنسان كمان يا شيخ نادي. يعني ممكن سيدنا عمر بن الخطاب، يعني من القراءات أنه هو يمكن الوحيد اللي طلع قدام قريش وقال أنا ههاجر وقال في العلن. نعم. فطبيعة شخصيته شخصية فيها الثورة، فيها أن أنا محدش هيقف قدامي. فيمكن سمات الشخصية كمان والاختيار المناسب. امبارح كنا بنتكلم على اختيار شخصية مصعب بن عمير، سيدنا. نعم. مصعب، في أنه هو يكون وجهة ودبلوماسي، يعرف يهدي أهل المدينة، يروح سفير للإسلام. نعم. فاختيار الرسول دايما فيها وقفات محتاجة ان احنا نقف عندها، زي ما حضرتك قلت سمات شخصية سيدنا ابو بكر ملائمة للحدث وملائمة لصحبة الرسول في. نعم. الحدث ده. لذلك هو سؤال طرح في كتب السيرة، لماذا جهر سيدنا عمر بهجرته ولم تكن هجرته متخفية؟ لماذا؟ لان الرسول وقتها هو المشرع، وقتها مشرع كل ما يفعله بامر من الله سبحانه وتعالى، بوحي من الله. ولا شك أنه يعلمنا كيف نأخذ وكيف نحتاط، كيف نحتاط، كيف نحتاط. هيبقى منهج ومدرسة، منهج مدرسة نبوية عريقة. إذا ما تأملنا في هذه الأحداث نرى أن كل فعل فعله رسول الله وهو يعد العدة لأجل هذه الهجرة يحتاج إلى وقفات، الاختيار المناسب. ورسول الله قائد، ليس أي يعني أي شخص عادي، اختياره للشخص المناسب في المكان المناسب. وهذه يعني تدلنا على شدة ذكاء سيدنا رسول الله، القيادة والإدارة. نعم. وعلى يعني شدة ذكائه وشدة قيادته بحكمة، بحكمة وبإصرار وعزيمة. القائد له صفاته التي ينبغي أن يتحلى بها. فسيدنا رسول الله اختار سيدنا أبو بكر أن يكون رفيقا له، وله من الصفات ما له من الصدق. صدق سيدنا رسول الله، هذا معلوم عندما ذهب ورحل سيدنا رسول الله في هذه الرحلة المباركة، رحلة الإسراء والمعراج، صدقه ووقف بجانبه وأظهر هذا كله. ولا شك أنه الشخص المناسب الذي يكون رفيقا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أنه عرف عنه أنه هو الذي سبق ودخل الغار قبل سيدنا رسول الله، لأجل محبته الشديدة لسيدنا رسول الله هيأ الغار من كل أذى قد يؤذي سيدنا رسول الله، وسبقه بالدخول لأجل أنه لو كان يعني شيء يؤذي أنا من سأضحي بنفسي،
أنا من سأفدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. رحل. اختيار الصحبة. نعم. دي من الأمور المهمة جدا. مهمة. وحضرتك عشان نأكد على المعنى ده، احنا هممنا في كل قصص السيرة ان احنا نأكد على معاني نستخلصها. فكرة ان فعلا المقارنات ما بين سيدنا عمر بن الخطاب ان هو هاجر بالجهر وان هو اعلن ده، وما بين ان الرسول اختار السر، فهي الفكرة ان هي منهج للاحتياط ومنهج اللي هو ازاي تأمن نفسك، وإلا كان هتبقى منهج سيدنا عمر بن الخطاب لو عمله الرسول هيبقى ان هو ده بنتبعه. نعم. ان انت تقف وتواجه. نعم. وده مش اي حد اهل الدولة ينفع ان هو يعمل ده. صح.